مساء الخير مشاهدينا أينما كنتم، مع حلقة جديدة من شوط إضافي لليوم، وفيها سلتا لبنان والأردن تقدمان كأسا قارية استثنائية، لماذا نجحتا وخرجت سوريا بفضيحة؟ وفي محورنا الثاني، كي لا يفرط بالدون، مانشستر يونايتد يقترح إعارة رونالدو لفريق آخر. أقفلت قبل دقائق الكأس القارية في كرة السلة لأكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، ولا ندري هل نقول هارد لك لمنتخبي لبنان والأردن أم نقول مبارك لهما. هارد لك على خسارة النهائي بالنسبة للبنان أمام العملاق الأسترالي بعد أداء فريد، وهارد لك للأردن بعد خسارة مباراة المركز الثالث أمام العملاق النيوزيلندي كذلك. منتخبان قدما بطولة رائعة ومباريات أروع، ووصلا إلى نصف النهائي رغم وجود منتخبات قوية كالصين وإيران وتايوان واليابان والفلبين، وتمكنا من ترك بصمة لا تنسى خلال هذه البطولة. على الجانب الآخر، في مكان يملك عدد سكان أكبر من مجموع سكان البلدين، أي الأردن ولبنان مجتمعين، ويمارس شعبه كرة السلة قبل البلدين، ولديه دوري كرة سلة قوي وحشد جماهيري وأندية تملك المال، لكن ما المحصلة؟ المحصلة هي فشل ذريع في كل البطولات السلوية، مشاركات شرفية في قارة آسيا، فشل متواصل في تصفيات كأس العالم. لماذا إذن تفوقت لبنان والأردن في كرة السلة وفي المقابل فشلت سوريا؟ ولماذا كذلك نجحت الأردن في كرة القدم أكثر من سوريا؟ ولماذا لم تكن كرة اليد السورية جيدة في قارة لا تركز دولها على هذه اللعبة، بينما تملك سوريا 3 لاعبين في منتخب قطر لكرة اليد الذي وصل إلى نهائي كأس العالم قبل أعوام قليلة؟ كل هذه الأسئلة تملك جواباً واحداً، جواباً قطعياً لا يحتمل الشك، فساد وقهر ومحسوبية في كل شيء، ولن تكون الرياضة استثناء، فكيف لرياضة أن تنجح ومن يقودها جنرالات في الجيش وضباط تركوا ميادين المعارك ولحقوا ميادين الرياضة؟ إنجاز سلوي كبير بالنسبة للبنان وأيضا بالنسبة للأردن، ولو لم يتوج أي من المنتخبين في هذه البطولة، ولكن هو يعني كاف بأن نقول بأنه لدينا في الدول العربية مثل هكذا مستوى على طبعا صعيد القارة الآسيوية. نذهب الآن إلى جولة الصحافة لنقرأ ماذا كتبت حول هذا الموضوع. نبدأ مع موقع أحوال اللبناني الذي قال: أداء بطولي، المنتخب اللبناني قدم بطولة استثنائية بشهادة الجميع رغم الظروف الصعبة. تقول أيضا: المنتخب اللبناني يخسر للمرة الرابعة في نهائي كأس آسيا. ثم تتابع: المنتخب اللبناني خسر نهائي أمام الصين مرتين ومرة أمام إيران، وهذه المرة التي خسرها كانت أمام منتخب أستراليا كذلك. نذهب أيضا إلى موقع وين وين الذي كتب قائلا:
لبنان والأردن يخسران، لبنان يخسر النهائي بفارق نقطتين رغم العودة الممتازة في الربع الأخير، ولبنان خسر المباراة بالفارق الكبير، هكذا عنونت في الربع الأول رغم محاولات التعويض. الأردن يبتعد عن منصة التتويج بعد خسارته أمام نيوزيلندا رغم إنهائه النصف الأول متفوقا. أما عن صحيفة المدن أيضا ماذا كتبت حول هذا الموضوع، تقول: ما يفعله والعرقجي منتخب كرة السلة يضيء للبنانيين ليلهم، وظهرت منصات التواصل التي انفجرت حرفيا بالفرح وبرهن لبنانيوها عن وطنية فريدة من نوعها. وطنية هي مزيج من الشعور بالفخر والحب البديهيين لألوان العلم وأرزته، والإحساس بالقهر لأن هذا المنتخب صار بارقة الأمل اليتيمة في بلد لا أمل يرجى منه. هذه كانت عناوين الصحف والمواقع التي كتبت حول هذا الموضوع وحول مشوار المنتخب اللبناني في بطولة كأس السلة لكرة السلة. هذا وائل عرقجي نجم المنتخب اللبناني ونادي بيروت. هذا الرجل خلق حالة من المتعة للجماهير التي تابعت كأس آسيا، فكان نجما فوق العادة وكان المساهم الأكبر. لكن وائل عرقجي ابن مدينة طرابلس خلق حالة أكبر من التي خلقها في صالات السلة. كيف ذلك؟ من خلال مجموعة من الردود التي تحمل طابعا سياسيا، وكان أبرزها رده على تصريح لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد تهنئة الأخير للمنتخب اللبناني عقب الفوز على الصين في مباراة ربع النهائي. وائل كتب في تعليق على إحدى الصفحات التي نقلت تهنئة نجيب ميقاتي قائلا: إكبار وبتضلوا كبار، شرفتونا. أو لا، ليست هذه. وائل كتب قائلا: لا نريد تهنئته ونحن نحاول أن نمسح القرف الذي وضعنا فيه مع زملائه السياسيين، لذا من الأفضل أن يبقي فمه مقفلا. طبعا يعني البعض وصف بأنها يعني تغريدة لربما بهذا التعبير الذي وصفه وائل، تعبير قوي. الكلمات التي استخدمها هي كلمات جارحة بحق نجيب ميقاتي بهذه اللهجة التي تحدث بها. ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك تفاعل مع هذه البطولة الممتازة، طبعا هي بطولة ممتازة قدمها لبنان. نقرأ تعليق لحسين حول هذا الموضوع، قال فيه: كبار وبتضلوا كبار، شرفتونا بين كل العالم ورفعتوا راس لبنان للسماء. منتخب لبنان انت فخامة الرئيس ونجومك هم قادتنا، وفخرنا لكم منا كل الولاء وكل الحب. ووضع هاشتاج طبعا في الأسفل منتخب الأرز. المذيعة في تلفزيون المستقبل رشا الخطيب هي الأخرى ماذا قالت؟ شو ما كانت النتيجة انتوا أبطال، منتخب بينشاف الحال فيه، رفعتوا راس لبنان وفرحتونا بأيام صعبة، كل الحب. أيضا المذيعة في سكاي نيوز ناتالي أندروس ماذا قالت هي الأخرى؟ Proud of you، ولو ما أخذتوا البطولة بس بتكبروا القلب أو بتكبروا القلب رغم كل الصعوبات يلي البلد عم يمرق فيها، قدرتوا تعطونا الأمل وخليتونا نفتخر إن من بلاد الأرز. كنتوا المثل بالروح الرياضية وبالاحترام. وتقول أيضا هيدي هي صورة لبنان. تعليق من وزير الرياضة والشباب اللبناني حول البطولة ومستوى منتخب لبنان جورج كلاس، قال: كل لبنان يفتخر ويبتسم يا أبطال منتخب كرة السلة، أثبتتم أن لبنان يستحق مجد القمة، جددتم الأمل، المستقبل لكم، قلوبنا معكم، الأرز قلبه يخفق عزة، خسارة صعبة اليوم ولكنها بطعم الانتصار. أما عزيز ماذا قال هذا الرجل حول هذا الموضوع؟ اللي سواه منتخب لبنان في بطولة آسيا رسالة لكل منتخب خليجي فاشل تافه، يحطون عذرهم بالاحتراف واهتمام مسؤولين لبنان، بلد على الأرض وعندهم أفضل منتخب آسيا ويلعب سلة احتراف. يبدو أن كل الطرق من أجل إقناع كريستيانو رونالدو للبقاء في مانشستر يونايتد قد باءت بالفشل بعد إبداء البرتغالي رغبته في الانتقال واللعب في فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة المحببة للدون كريستيانو رونالدو وهو هدافها التاريخي. ومع التأكيد مراراً وتكراراً من إدارة الشياطين الحمر أن رونالدو ليس للبيع،
إلا أنها لا تريد الوقوف في وجهه، لذلك فهي ترحب بفكرة إعارة كريستيانو لفريق يشارك في الشامبيونز ليج لمدة موسم واحد فقط، وتمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل. حسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، فإن هذه الفكرة ترتكز على أمل تأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال في الموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد إريك تين هاج، وعندها سيمكن لكريستيانو أن يعود ليلعب مجددا مع الشياطين الحمر بعد انتهاء فترة إعارته. أضافت صحيفة الميرور أن هذا العرض فاجأ رونالدو هو ووكيل أعماله خورخي مينيديز، إلا أن معسكر اللاعب لم يرفض مقترح النادي بعد، وربما يشكل ذلك طوق نجاة للبرتغالي حتى لو كان لمجرد موسم واحد فقط. المدرب الهولندي تين هاج بدأ بوضع المداميك الأساسية للفريق المانشستراوي باعتماده على عناصر محددة تخدم أفكاره، خصوصاً بعد عودة فان دي بيك من الإعارة والعمل على انتداب فرانك دي يونغ من برشلونة ومحاولة ضم حكيم زياش من تشيلسي، فيما تبدو استراتيجية واضحة للم شم المدير الفني بنجومه السابقين في أياكس. إلا أنه رغم ذلك ما زال يريد رونالدو في الفريق، إذ أبدى هذا الرجل تين هاج أبدى مخاوفه من عدم التحاق الدون بفترة الإعداد قبل الموسم، مما سيؤثر عليه في الدوري إذا بقي ولم ينتقل إلى ناد آخر. بدوره رونالدو لم ينتظر طويلا وقام بنشر هذه الصورة كما نشاهد هنا، هذا الرجل يقوم بهذه التمارين الشاقة. هذا الرجل بالمناسبة يا جماعة عمره 37 سنة، يعني لاعب في هذا العمر لا تجد جسده بهذا الشكل مشدود، وعضلات البطن حتى عضلات الفخذ والساق كما نشاهد هنا. طبعا رونالدو لا يكل ولا يمل من التمارين الرياضية في هذا العمر، حتى يتبع استراتيجيات خاصة به لكي يحافظ على نشاطه كذلك. طبعا سبق لهذه الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر منشورات أخرى للبرتغالي تدل على أنه يقوم بالتدرب بشكل انفرادي وأنه بحالة بدنية جيدة بالرغم من عدم التحاقه ببعثة يونايتد التحضيرية. لكن إذا افترضنا أن مانشستر يونايتد سيسمح لرونالدو بالرحيل واللعب في فريق آخر مشارك في دوري أبطال أوروبا، فلن يجد البرتغالي الذي كانت الأندية منذ عدة مواسم تحلم بالتعاقد معه، لن يجد ناديا يرضى بضمه، وذلك لعدة أسباب. ولكن قبل أن أذكر الأسباب، هذه هي الأندية التي كانت تريد التعاقد مع رونالدو. نرى هنا ناجلسمان من بايرن ميونخ، وهناك نرى توخيل من تشيلسي، وهنا ناصر الخليفي ونادي باريس سان جيرمان، وطبعا نادي روما الذي تحدثت التقارير بأن مورينيو يريد أن يلم شمل رونالدو أيضا من جديد بعد أن كان مدربه في نادي ريال مدريد. الأسباب التي لربما لا تدع الأندية تتعاقد مع رونالدو هو أولا بسبب الراتب المرتفع لرونالدو. نعلم بأن الرجل يأخذ راتب خيالي، كان في نادي يوفنتوس قام بتخفيضه قليلا حينما أتى إلى مانشستر، ولكن إلى حد الآن يأخذ مبلغ كبير. أيضا سن رونالدو الكبير 37 عام، يعني هو عمر كبير بالنسبة لهذا اللاعب. من ناحية أخرى، بسبب تعاقد أغلب الأندية الكبيرة مع لاعبين وسد حاجتها من السوق بعيدا عفوا بعيدا عن رونالدو الذي لم يعد مطمعا
كما أن ريال مدريد لم يبدي حماسة من أجل إعادة هدفه التاريخي مرة أخرى لقلعة سانتياغو برنابيو. كل تلك العوامل أثرت مشاهدينا، أثرت بشكل مجتمع على القيمة التسويقية للدون التي وصلت ل 30 مليون يورو، وهي أدنى قيمة له منذ عام 2006. في ظل هذه الضبابية حول مستقبل رونالدو، يبدو أن البرتغالي مستعد لأن يقوم بتخفيض راتبه بشكل جديد. هو خفضه أول ما أتى إلى يونايتد بنسبة 30% من أجل الانتقال إلى فريق آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا، حيث ذكرت آخر التقارير عن رغبة دييغو سيميوني في جلب رونالدو لأتلتيكو مدريد مقابل إيجاد مخرج بالمقابل لأنطوان غريزمان وتسريع عملية بيع هذا الرجل. اهتمام المدير الفني لأتلتيكو أعجب كريس الذي أبدى رغبة في العودة إلى مدريد واللعب هناك هذه المرة بقميص الروخي بلانكوس. نأخذ الآن بعض التغريدات وبعض التفاعلات عن إشكالية رونالدو مع ناديه نادي مانشستر يونايتد من حساب حفيظ دراجي المعلق الرياضي. يقول: رونالدو لن يكون مانشستراوي ولن يخرج عن القاعدة التي لازمته في مشواره الكروي الذي لم يكن يحظى فيه بخروج يليق بمقامه منذ انتقاله من مان يونايتد إلى ريال مدريد في عام 2009 ومن الريال إلى اليوفي سنة 2018 ثم من اليوفي إلى مان يونايتد. كريستيانو رونالدو يبحث عن فريق. الصحفي السعودي أو قبل ذلك المحلل الرياضي خالد القحطاني قال: رونالدو الصيف الماضي كان على بعد ساعات من التوقيع لمانشستر سيتي قبل أن يغير الرجل مساره إلى اليونايتد. اليوم يغادر اليونايتد بعد موسم كان الأول له بدون بطولة في العقد الأخير وأنهى الموسم في سادس الترتيب خارج الأبطال. بناء على ذلك هو قرر الرحيل لأندية تشارك في الأبطال. ماذا لو لم يغير المسار؟ طبعا كثيرون صراحة تساءلوا لماذا رحل رونالدو عن ريال مدريد، يعني هو كان في ريال مدريد معززا مكرما، لماذا رحل هذا الرجل إلى اليوفي؟ طبعا الجميع يعلم لماذا. هناك قاعدة في نادي ريال مدريد: النجم عندما يصبح أكثر من 30 عام إدارة نادي ريال مدريد لا تجدد سوى سنة واحدة، ثم يعتمد التجديد على مستوى اللاعب إن بقي على نفس المستوى. ولكن رونالدو رفض ذلك، هو أراد زيادة في الراتب، أراد أن يجدد لسنتين وليس لسنة واحدة فقط. حينها قال له بيريز: نحن لا نقوم بهذه العملية ولا نجدد لأحد بهكذا شروط. حتى يعني راموس منذ فترة خرج من نادي ريال مدريد لذات السبب. نذهب إلى تغريدة أخيرة من حساب تركي النجم الصحفي السعودي. قال: رونالدو يريد إنجازات تستمر واليونايتد لن يستطيع توفير ذلك الأمر في الوقت الحالي. رونالدو السبب وراء تأخر انتقاله هو العمر. مع أي لاعب تقدم بالسن وصل 35 وفوق لن تستطيع بناء مشروع به. استمرار اللاعب أمر جيد ورحيله أمر متوقع ولن يؤثر على مشروع اليونايتد. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام شوط إضافي لهذا اليوم. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.